في قناة ذا هارت لمراجعة الأفلام. اليوم غادي نراجعوا فيلم جون ويك من بطولة الممثل كيانو ريفز. كتبدأ القصة ملي كتوفى الزوجة ديالو وكتخلي ليه واحد الهدية عبارة عن واحد الجروة من نوع بيجل باش تنسيه شوية في المأزات. على رغم الطبيعة ديال جون إلى أنه ولف الأمر وبقى مرة كيخرج بالسيارة الفارهة ديالو من نوع فورد ماستينج ماك وان، في أحد الأيام كان واقف في محطة البنزين وجاو عنده ثلاثة الأشخاص هما أفراد عصابة روسية. القائد ديالهم سميتو يوسف. يوسف شاف السيارة وعجباته وجا عند جون وطلب منه أنه يبيع له السيارة. جون رفض أنه يبيع له السيارة وخلاهم شاف حاله. في هداك اليوم في وسط الليل كيقتحموا ثلاثة الأشخاص الدار ديالو وكيضربوه عصا مزيان حتى كيفقد الوعي، وكيقتلوا هذيك الكلبة ديزي وكيسرقوا السيارة وكيمشيو. يوسف كياخذ سيارة الماستينغ لواحد المحل معروف بتفكيك السيارات وتغيير أرقام التسلسلية ديالها. صاحب المحل سميتو أوريليو. أوريليو ملي شاف السيارة تعرف عليها وسولو كيفاش وقع البلان. من بعد ما عاود ليها شنو وقع، أوريليو كيضرب يوسف بواحد اللكمة حتى كيطيح للأرض وكيطردو من المتجر ديالو. من بعد كيجي جون عند أوريليو وكيسولو على السيارة. أوريليو كيقول ليه بأنه اللي تعدى عليه هو يوسف ابن فيغو تراسوف قائد المافيا الروسية في نيويورك. فيغو كيتصل بأوريليو وكيسولو علاش ضرب ليه ولده وكيشرح ليه شنو دار لجون. ومن اللي كيسمع اش وقع كيعاود يضرب ولده واحد ضربة اخرى وكيشرح ليه شكون هو جون ويك. جون ويك هو اخطر قاتل مأجور اللي كان كيشتغل لدى هاد العصابة الروسية وكان اللقب ديالو بابا ياغا. قبل ما يعتزل جون عالم الإجرام كيعطيه فيغو واحد المهمة كتمثل في تنفيذ عدد هائل من عمليات الاغتيال في وقت وجيز وكينفذها بكل نجاح. فيغو كيحذر الابن ديالو من هاد المصيبة اللي وقع فيها وكيتصل بجون باش يحاول يقنعه بعدم الانتقام. جون كيرفض انه يجاوب معاه. من بعد فيغو كيرسل لجون 12 قاتل مأجور اللي كيحاولوا يقتلوا جون، وبالفعل جون كيتمكن منهم كاملين وكيقتلهم كاملين، الامر اللي ما كيفاجئش فيغو. فيغو كيوضع واحد الجائزة للقدر ديالها مليوني دولار لأي واحد قدر يقتل جون، وكيعرض المهمة على ماركوس اللي هو المدرب ديال جون، وماركوس كيقبل بالمهمة. جون كيحتمي في واحد الفندق سميتو الكونتيننتال اللي كيعرض الخدمات ديالو بشكل حصري على عالم الإجرام وكيمنع حدوث أي عملية داخل أرضه. وفيغو كيضاعف الجائزة لأي شخص بغى يخرق القواعد ديال الكونتيننتال ويقتل جون. مالك الفندق سميتو وينستون كيخبر جون بأنه يوسف كيحتمي في واحد الملهى ليلي سميتو الدائرة الحمراء وتحت حراسة جد مشددة. كيدخل عليهم جون للدائرة الحمراء وكيبقى يتقاتل مع الرجال ديال يوسف. من بعد كيتدخل أحد رجال فيغو سميتو كيرل، هو اللي كيمنع جون من قتل يوسف وكيساعد يوسف على الهرب. جون كيرجع للفندق باش يعالج الجراح ديالو. كتسلل واحد القاتلة مأجورة سميتها بيركنز للغرفة ديال جون باش تحاول تقتله، إلى أنه ماركوس كيتدخل ببندقية قنص وكيحذر جون مما كيمكنه أنه يتغلب عليها وكيجبرها تخبره على مكان واجهة فيغو. من بعد كيفقدها الوعي ديالها وكيكلف واحد صديق ديالو هارلي أنه يقابلها على ما يجيو مسؤولين الكونتيننتال وتلقى العقاب ديالها، ولكن استطاعت أنها تحرر نفسها وتقتل هارلي. كيسافر جون لكنيسة ريتل راشيا اللي هي واجهة فيغو، فين كيخبأ الأسلحة ديالو ومواد الابتزاز اللي كتستعملها العصابة. جون كينصب ليهم واحد كمين وكيباغتهم ملي كيوصلوا، إلى أنه كيرل كيتدخل بواحد السيارة وكيضرب جون حتى كيفقدوا الوعي. فيغو كيضحك على جون وكيقول ليه واش كنتي كتظن انك قادر تنسى حياتك الاجراميه، وكيامر الرجال ديالو بقتله. وهنا كيتدخل ماركوس ببندقيه القنص وكيقتل احد رجال فيغو مما كيمكن جون من انه يفلت من القبضه ديالهم ويقتل كيرل. ملي كيتحرر من القيود ديالو كيمشي لفيغو وكيجبره انه يقول ليه فين مخبي الابن ديالو، وكيمشي ليه وكيقتلو هو والحراس ديالو. بيركنز كتكتشف بانه ماركوس كان متعاون مع جون، وكتقولها الفيغو اللي كيرسل الرجال ديالو لماركوس وكيزيدهم يعذبوه قبل ما يقتلوه. وكيتصل فيغو بجون باش يقول ليه راه قتلنا لك صاحبك، ويوقع في الفخ اللي نصبات ليه بيركنز. وبينما بيركنز كتسنى في جون انه يوقع في الفخ اللي نصبات ليه، كيتصل بها وينستون لاجتماع طارئ. ملي كتمشي كيقتلوها لانها خرقات قواعد الكونتيننتال وقتلات هاري.
كيتصل وينستون بجون وكيقول ليه بانه راه فيغو كيستعد للهرب بمروحيه. كيسبقهم جون لمكان هبوط الطائره وكيقتل بقيه الرجال ديال فيغو وبقى كيتحارب معاه بدون سلاح كما طلب منه، الى انه الاخير جبد واحد السكين وسمح ليه جون بانه يطعنه بها باش يقرب ليه ويهرس ليه يده وياخذ منه السكين ويقتلو بها. جون كيمشي لواحد العياده ديال الحيوانات وكيعالج الجراح ديالو وكيحرر واحد الكلب من نوع بيتبول وكيمشي في الطريق اللي كانت اخر مره غادي يكون تلاقى فيها مع الزوجه ديالو هيلي. هذا كان الجزء الاول من فيلم جون ويك من بطوله الفنان كيانو ريفز. باقين الاجزاء الاخرين غادي نديروا ليهم ان شاء الله تلخيص. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا لينا لايك وسبسكرايب وشير اذا كان ممكن. شكرا بزاف.